أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. إصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة في شارع راجو بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي وفق مراسلي حلب اليوم. الجيش التركي يستهدف بالمدفعية الثقيلة مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في محيط مدينة تل رفعت شمال حلب وفق مراسلي حلب اليوم. مجلس الشورى في الفيلق الثالث المنضوي في الجيش الوطني يعين المقدم محمد جميل ديري قائدا للفيلق خلفا لحسام ياسين. الدفاع المدني السوري يعلن تضرر عدة خيام في مخيم الدل بناحية راجو بريف عفرين شمال حلب نتيجة الأمطار الغزيرة. الجيش الأردني يعلن عن اشتباكات منذ فجر اليوم بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة كبيرة من المهربين على الحدود مع سوريا. وفد من مؤسسة تعليم بلا حدود بمشاركة طلاب ثانويات الداخل السوري يشارك في القمة الدولية الرابعة لمحاكاة منظمة التعاون الإسلامي للمدارس الثانوية في مدينة إسطنبول التركية، وذلك بهدف التعريف القضية السورية بين مختلف دول العالم.